عايزين نتكلم بقى عن العادات الغذائية الخاطئة اللي كلنا بنعملها من غير ما نحس، بس احنا بنعملها. صح. ايه هي بقى اللي بتودينا في حتة تانية خالص؟ بس عادات غذائية، يعني بمناسبة الشاي الأخضر، في ناس بتاخد بتتغدى وتشرب شاي على طول أو أي وجبة، مش لازمة مع الفطار. المشكلة في الشاي إن هو بيكس يعني، أو ما بيخليش الجسم يمتص الفيتامينات، أو يعني بيخليش الجسم يمتص. يعني أنا كلت وجبة فيها فيتامينات وفيها معادن وكل الحاجات دي كلها، فهتلاقي الجسم بعد ما أشرب كوباية الشاي الامتصاص بتاعها بيقل، امتصاص الفيتامينات والمعادن مع كوباية الشاي بيقل. دي حاجة من ضمن الحاجات اللي بنعملها غلط. تاني حاجة إن الفاكهة، في ناس تاكل فاكهه عماله على البطال وتقول اصلي احسن ما اكل. لا، الفاكهه دي مشكله، الفاكهه دي سكر فلاكتوز زي سكر السكروز اللي احنا بناخده في الشاي والسكر، فسكر احادي يعني بيعلي السكر جامد قوي. فالمفروض الفاكهه دي بحساب، وفي ناس ممنوعه اصلا من الفاكهه المفروض، زي ما عندهم مقاومه انسولين او الحاجات دي كلها بيبقى الفاكهه عندهم بحساب قوي، وممكن تكون ممنوعه منهم اصلا في الاول. فالفاكهه برضو من ضمن الحاجات. عدم ممارسه نشاط رياضي حتى لو مشي، المشي ده حاجه مهمه يعني، على الاقل 20 30 دقيقه في اليوم. طب مش قادر انزل امشي، ممكن اي مجهود في البيت، اقف ابدل رجلي، اعمل اي مجهود، بحس ان حتى لو منقطع ومتواصل احسن، يعني متقطع يعني 10 دقايق الصبح، 10 دقايق الظهر، 10 دقايق الغداء، ومتواصل يعني كل يوم اعمل كده، مش اعمل يوم امشي لي 3 ساعات واقعد بقيه الاسبوع ما امشيش. فموضوع الاكتيفيتي دي مهمه، النشاط البدني بتاعنا مهم. في حاجات كتير قوي برضو، ان انا باكل بالليل. الناس اللي بتنام طول النهار وتصحى طول الليل وتقول هعمل صيام متقطع فهاكل الكام ساعه بتوع بالليل دول، ما فيش مشكله وانا عامل صيام متقطع. لا، انت الصبح دي فيه هرمونات جسمك بيبقى شغال بطريقه احسن، فتلاقي عمليه الهضم احسن وعمليه الحرق بتبقى احسن، غير لما اكل بالليل. يعني ما تقنعنيش ان يعني الغدا لو كلته في الساعه 4 او 5 او 6 زي اللي هاكله الساعه 11 12 بالليل. فالهرمونات بتتغير طبعا بالليل، بس أكيد. فلازم اظبط مواعيد نومي. مواعيد النوم مهمه جدا جدا برضو في موضوع الدايت، يعني ما ينفعش برضو اصحى طول الليل او انام متاخر واصحى متاخر، وده كله ده بيأثر علينا في العادات الغذائيه. الناس بتصحى مثلا الساعه 1 2 بتبتدي يومها الساعه 2، في ناس اكتر من كده. اكيد طبعا، يعني بنبتدي وجبه الفطار عندنا ده لو كان في فطار، بطلع بصحى على الغدا على طول يعني. صح، بالظبط كده. فدي بتسبب لنا مشاكل اكيد كتير. بالظبط طبعا، بالاضافه لفيتامين د، يعني وانا كده ما بشوفش الشمس تقريبا، فعندي فيتامين د خالص، ما فيش اصلا رائع خالص، وده من ضمن الاسباب اللي ما تخلينيش اخس، ما ده من ضمن الفيتامينات اللي ما تخلينيش اخس. حلو، يعني التعرض للشمس دي حاجه مهمه جدا. التوقيتات بتاعتها ايه عشان اعرض جسمي؟ يعني هو التوقيتات بتاعتها الشويه بتوع الصبح قبل الساعه من 12، قبل الساعه 12 ل 3 هو الفتره الاحسن فتره، اللي هي مثلا من الساعه 8 9 لحد الساعه 11 ولا حاجه. وممكن بعد كده لو احنا متاخرين ممكن من الساعه 3 لحد الساعه 5 او 6. طب سؤال جانا يا دكتور، حد بيقول انا على طول جعانه، ده سببه ايه؟ يعني على طول بتدور على الاكل وعلى طول عايزه تاكل. ما هو ده الهرمون الجوع اللي بقول لحضرتك مش منتظم، الهرمونات دي بتاخد فتره على ما تنتظم. عموما المخ ذكي جدا، هو متعود ان انا مثلا بروح الساعه 10 بالليل فباكل الساعه 10 بالليل. لو ما اكلتش الساعه 10 بالليل ده تلاقي هرمون الجوع بتاعنا عالي قوي، هرمون الجريلين ده. فلما تلاقي عارفه لو عديتي موضوع الساعه 10 ده وانشغلت في اي حاجه وبداتي يعني روحت الساعه 12 ولا حاجه، هتلاقي نفسك خلاص الجوع ما بقاش زي الاول، لان الجسم اصلا اتعود على هرمون الجوع ده. فانا لو كسرته باي حاجه هتلاقي الدنيا مشيت. في حاجه كمان، ان انا ممكن ما اكونش جعان، المخ بيترجم ان المعده فاضيه فعايز اكل اي حاجه، لا ممكن يكون عطشان. الميه مهمه جدا في الموضوع ده، لازم نشرب ميه، اول ما احس بجوع اشرب ميه في الاول. في حاجه كمان، ان هرمون الجوع ده بياخد وقت حوالي 10 دقايق ربع ساعه على ما بيفصل، يعني هو بيشتغل بيقعد ربع ساعه كده يقعد شغال انا حاسس بالجوع، اول ما تعدي الربع ساعه خلاص. فانا ممكن في الربع ساعه دي لو انا جعان قوي ابتدي بميه، اول ما الميه توصل المعده فالمعده خلاص بتدي اشارات للمخ ان في حاجه بدات تجي لها، فابتدي اكل الاكل بتاعي بس ببطء يعني، وابتدي اكل الحاجات المهمه الاول اللي هي الخضار، السلطه، البروتين بتاعي، بعد كده ابتدي اكل النشويات والحاجات اللي هي الكارب بتاعتنا. فلو انا عملت كده هتلاقي هرمون الجوع برضو بيقل، وهتلاقي ان انا سيطرت على الاكل وكلت السعرات الحراريه بتاعتي، بحس ان انا ما غلخبطش الدنيا او ما اكلش حاجات سعرات حراريه عاليه يعني. طب نقطه مهمه يمكن حضرتك قلتها دلوقتي، وانا بتغدى اكل ايه قبل ايه او ايه بعد ايه، ابتدي بايه وانهي بايه الغدا بتاعي عشان اقوم شبعانه واكله كل اكلي يعني. صح. هو اول ما نقعد على الغدا المفروض نشرب كوبايتين ميه على الاقل، زي ما بقول لحضرتك اول ما الميه بتلمس المعده بتدي اشاره خلاص قبل الاكل على طول ولا قبل الاكل بوقت؟ قبل الاكل او قبل الاكل بخمس دقايق. تمام،
مش قادر اشرب الميه دي كلها، اشرب ميه وممكن اشرب ميه تاني، يعني اقسم الكوبايتين على 5 دقائق او 10 دقائق. بعد كده ابتدي اكل الاكل بتاع السلطه الاول، يعني ابتدي اكل سلطه. طب ما فيش سلطه ومكسل اعمل سلطه، او مكسل اعمل سلطه، ممكن اكل الحاجات الخضراء، خيارتين، خس، كابوتش، اي حاجه من الحاجات دي ابتدي اكلها الاول. كل الحاجات دي بتملى المعده وبتدي الاشاره زي ما بقول لحضرتك ان هي خلاص، ان في حاجه بدات تدخل المعده، فالهرمون بدا يقل بتاع الجوع. بعد كده ابتدي اكل البروتين بتاعي وطبق الخضار اللي هو الخضار السوتيه او الخضار ني في ني، او حسب بقى النظام اللي هبقى ماشي عليه، ممكن يبقى خضار بزيت او اي حاجه من الحاجات دي. بعد كده نبتدي ناكل النشويات بتاعتنا. مشكله ان احنا اول ما بنقعد على الاكل بنمسك العيش ده، العيش والرز على الملوخيه على الفراخ، اول ما ابتدي ابتدي نشويات بالظبط كده. فانا على ما الهرمون ده يبتدي يقول لي ان انت خلاص شبعت، بكون كلت طبقين رز ولا حاجه او 3 4 ترغيفة بلدي، فهي دي النقطه. لكن لو ابتديت بالترتيب ده، على ما اجي ابتدي احس بان انا شبعان، هتلاقي ان انا كلت شويه رز صغيرين او عيش قليل او الكلام ده.